دائما الثقافة الأدبية هي حارسة لثقافتنا العلمية والأدبية ولذاكرتنا ولحضاراتنا. اليوم رح نروح مع عناوين دائما بيلفتنا. عناوين الروايات بتشكل عنا حالة فضولية لحتى نغوص ضمن الرواية. أحيانا العنوان لحاله يا هايدي بقول لك اقري المحتوى. واليوم عناويننا جدا هيك ملفتة وبتشكل حالة فضولية لكل حدا ممكن يشوفها. خلونا نقول من حلم غابر لاعترافات فاتة أوانها، من آدم إلى حواء وغيرها من العناوين اللي حنروح مع ضيفتنا لليوم لنحكي عنها ونحكي عن هي التجربة الفنية الأدبية ودائما لا تخلو من الإنسانية. وضيفتنا لليوم هي الروائية مؤمنة محمود. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا فيك، صباح الخير. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا فيك. يعني هيك حاولنا بالبدايه نذكر العديد من اعمالك اليوم الروائيه، رح نتعرف عليهم اكيد، ولكن بدايه اليوم هل التجربه الانسانيه بالحياه بتصنع الكاتب او انه الاديب هو بيولد اديب؟ خلينا هيك نتعرف اكثر عن تجربتك اليوم كمؤمنه، كيف بلشتي؟ هلا انا بلشت بعمر 14 سنه، درست للسادس وتركت الدراسه. تركت الدراسة 7 سنين، قعدت فيهم بالبيت. بهذا الوقت كنت أقرأ، كان أخواتي بالجامعات، كنت أقرأ كتير روايات، ضليت كنت أقرأ أدب عالمي مو أدب عربي، ضليت أقرأ لحتى تشكل عندي أنه بدي أكتب، صار عندي هاجس أنه بدي أكتب. كل الروايات اللي عم بقرأها ما في رواية لبت احتياجاتي، لبت طموحي. وقتها بلشت أكتب بعمر 14 سنة. حلو. 14 هيك لشي 10 سنين، شي 7 سنين رجعت للدراسة، درست التاسع البكالوريا معهد إدارة أعمال. وكنت كله عم بكتب قصص، يعني وصلت بحدود 10 صفحات. وتركت لبعدين لل 2017 بلشت بالروايات دغري، يعني انتقلت من الخواطر للقصص للروايات. طيب مؤمنة اليوم أنا هيك أنت عم تحكي، أنا عم بقرأ شوي بالعناوين، ما بعرف اليوم الكاتب دائما بيعمل إسقاطات لتجاربه الشخصية والإنسانية، يعني حب مع وقت التنفيذ. ما في حب. كمان عندي هون شيء خيبة، هاد خواطر وما أكثرها. أيضا عندنا هون لا تعبث بذاكرتي. طيب اليوم مؤمنة وقت بتبلشي بتعملي إسقاط لرواية على الورق من خلال قلمك، هل اليوم ومعروف يعني اللي بيقرأ روايات مؤمنة بيعرف أنه المرأة هي محور معظم الروايات، هل لأنك اليوم أنثى أو اليوم في قضية عم تحاولي تدافع عنها؟ هلا في أول شيء قضية مثل من رواية من حواء إلى آدم، أدب الرسائل، ومن آدم إلى حواء. هلا من آدم إلى حواء حاولت إني أكون مع الرجل بس ما قدرت. ليش؟ ما قدرت أكتب بلسان الرجل. حتى أنا من حواء إلى آدم كتير إجت رسائل هاجمتني على البريد الإلكتروني إني واقفة مع الأنثى مع المرأة، فحاولت أكتب لهم من آدم إلى حواء مشان أعمل عدل، بس لا ما قدرت. حسيت من آدم إلى حواء يعني بيغلب عليها كمان الطابع الأنثوي أكثر من الذكوري. طيب شو أهم رسالة اليوم وجهتها حواء لآدم؟ هلا هي الرجل اللي ما له رجل، يعني اللي بيعتبر يعني الذكر. أيوه، هي الذكوريين. هلا هي من حواء إلى آدم بتهاجم الذكوريين. يعني في كتير للأسف زماننا منهم. هلا من آدم إلى حواء حاولت إني أكون يعني هيك بس ما قدرت، لأنه بنفس الوقت أنا ما لقيت يعني أبدا. طيب مؤمنة إذا بدنا ندخل أكثر بمواضيع هي الروايات اليوم، أنت من وين بتستوحي الأفكار؟ إذا بنقول أبطال قصصك من وين؟ هل هنن من خيالك اليوم أم لا أنت في أشخاص بتعرفيهم على أرض الواقع أو بتسمعي عن شخصيات وأنت حبيتي اليوم ترسخي هدول الشخصيات ضمن هيدي الرواية؟ خبرينا أكثر. هلا في شيء واقعي مثل الحب مع وقف التنفيذ، هاي قصة واقعية، وفي شيء إسقاطات، يعني في لأنني لاجئة بين الواقع والخيال، يعني هلا هي إسقاطات على الحرب بسوريا، على اللجوء، اللجوء لبرا. هلا اعترافات فاتة أوانها كمان هاي إسقاطات على كثير ناس، يعني أنا كثير من أراها حس فيها، حب مع وقت التنفيذ كثير قروها قالوا لي حسينا إنه بتمثلنا، يعني أنا بحس بمثل الواقع أكثر. يعني هي خيالية بس أنا دايماً بسقطها على الواقع. الواقع العربي ككل يعني.
يعني ملفت، مو بس عنوان اعترافات فاتة أوانها، حتى أوانها حتى الصورة يعني المستخدمتية، أنه اليوم نحن بتقصدي العمر اليوم أنه نحن في عمر متأخر نندم على أشياء ما قلناها بحياتنا، نندم على مواقف كان لازم نقول فيها لا تماما. أيوة تماما، يعني اليوم عن جد شيء فضولي. اليوم الرسائل اللي كاتبتها مؤمنة يعني على الرواية كثير حلوة، بدك تقرأي لنا شيء مؤمنة؟ هلا شو حابين أقرأ لكم من هلا؟ إيه لي هي غيابها خلف حروبا مليئة بالمآسي. هلا هي اعترافات فات أوانها بالأول بتحكي عن الندم بعد فوات الأوان، عن مرة عملت حادث عمرها بالخمسين، وبيجوا أهلها كلياتهم على غرفتها بالمشفى وهي بتكون بالإنعاش، بيقعدوا كلهم من زوجها، زوجها بفوت على الغرفة، بيقعدوا كلهم بيعترفوا خلال 20 سنة شو عملوا معاها. بس للاسف هون باخر الروايه يعني هن بلحقوا يعني انه هي تفيق، بتفيق بتسمعهم وبيرجعوا، ولا هي خلص يعني مش الحال فات اوانها بيندموا انه اعترفوا. لا لا اقرا شوي. غيابها خلف حروبا مليئه بالمآسي، غيابها جعل لليل ذاكره جريحه، يأوي الجميع اليها ويركنون الفرح جانبا، ولكن ما جمعهم الان ليس فرحا وانما حزن شل الحياه بهم. هي لم تطالبهم بكل هذا الوقت الذي منحوه لها الآن، هي فقط كانت تريد جزءا منهم يجعلها تدفن بعضها في أجسدتهم وتعانقهم باكية، لا تريد شوقهم المصطنع الآن والذي جعلهم يبحثون عنها بفزع في قلوبهم خشية أن تكون قد تسربت من شقوق القلوب. طيب هذه الرواية قد أخذت معك وقت اليوم لحتى تنجزيها؟ الرواية هلأ في شيء تأخذ من سنين، في شيء أسبوعين يعني. هلا كتبت اخر روايتين، اني خائفه وكان الشيطان ملاكا، بس حاليا تنتين بالتدقيق. وكان الشيطان ملاكا ما اخذت معي اسبوعين كتاب. شو السبب انه اخذت وقت أكبر؟ هلا انا بقعد سنه كامله بفكر فيها قبل تنفذيها. بعد هي لحظه الابداع بتحسيه وليد اللحظه. ايه هلا يعني سنه كامله طاقه كثير ابداعيه بتفرغي فيها بالكتابه. ايوه يعني هلا انا دائما بفرغ بحزيران، حزيران تموز واب يعني بالصيف. حسن باشهر معينه اشهر الصيف. ايوه بالشتاء بفكر فيها. شو برجك؟ الجدي. هالأبراج نارية بتحب الصيف، بتلاقيها بتبدع وبتعطي ضمن هذا. أيوة. طيب خلينا مؤمنة نروح للواقع الأدبي والقراءة ببلدنا. يعني في تراجع بالقصة، يعني من زمان يعني كان في قراء ننتظر نزول أي رواية لإلهم لنروح نشتريها. اليوم من خلال تجربتك وتواصلك مع الناس صار في إحساس أنه اليوم تراجعت القصص شوي، هل اليوم السوشيال ميديا أثرت؟ هلا كله صار البي دي اف، يعني ما خلى حدا انه ينزل، يعني منا صارت الناس تلاقي كل شيء بي دي اف اسرع. يعني حتى انا كثير بيقولوا لي مثلا بعثي لنا رواياتك بي دي اف، ومنا العامل المادي. بس البي دي اف عن جد ما حلوه، هلا ما فيها متعه يعني. هي ما فيها متعه بس العالم تعودت. يعني هلا الروايه مثلا هلا حاليا ب 25,000 30,000. انا وقت لما اجيب كذا روايه ما فيني، فلا انا بروح بركض على البي دي اف. يعني كله صار هلا يسرع على البي دي اف، وصار دور النشر ما تتعامل مع الكتاب المحليين نفس الشيء الكتاب اللي برا، يعني تجي تترجم تساوي، فهذا الشيء اللي خلاهم في تراجع كثير كمان شوي. طيب كيف عم يكون اليوم اقبال الناس على رواياتك؟ من هي الفئه من الناس اللي فعلا اليوم هي بتعتمد كثير على رواياتك وبتطلب دائما؟ هلا فئه الشباب اكثر شيء، الجامعيين. هلا عندي اكثر شيء وطن، أنا وطن كتير علي إقبال بشكل كتير كبير. يعني حتى أنا الكل بيعمل لي علي ملخصات يعني بينشروها على الهاي وبيشجعوا بعض يعني فيها. وعندي لأنني لاجئة كمان دغري اختفت من السوق ومن حواء إلى آدم، يعني بحس يعني العالم بتحس بقولوا لك إنه دايما هاي الروايات الاجتماعية الروايات بالاسقاطات الواقع. ايه يعني انا رواياتي مثل ما قلت لك يعني كلهم بيقولوا لي مثل حلم عابر، انه وحده رفيقتي قالت لي انه حسيتها انا، يعني كثير رواياتي بيقولوها بيقولوا لي حسينا نحن. اليوم وقت بنقول وطن او وقت بنقول اي شيء بتعلق بسنوات الحرب اللي مضت على سوريا، كانت ارشيف كامل وذاكره كامله من الصور من الفيديوهات من الحزن من الفقدان لاي حدا فينا، مو بس للكاتب او الفنان التشكيلي او اي حدا بيشتغل بمجال الاعلام او الفن. اليوم شو شكلت لك هي الذاكره اليوم لحتى نروح لهذا العنوان وطن؟ وطن هي وطن، ولانني لاجئه وكان الشيطان ملاكا، الثلاثه بيحكوا على الحرب،
بس كل واحدة أخذت تناولت الحرب من جهة. هلأ وطن ليش حبوها؟ لأن بتحكي هي بين دولة أخذتها داعش، منطقة سوريا مدينة بسوريا أخذتها داعش، بين دمشق اللي ما فيها داعش بس كان فيها قصف بال 2017 كان فيها بتتذكري. فهذا الشيء اللي خلى مقارنة بين هاي المنطقة وهاي المنطقة. وقت لما تتحرر هالمنطقة انه المرأة في ظل داعش، يعني ممارسات المرأة. كمان وطن استلهمتها من واحدة جاي من الرقة وحكت لي ممارسات داعش وخلتني اكتبها. تمام، شاركتي مؤمنة بمعارض معينة قدمتي فيها شغلك؟ خبرينا اكثر. هلا بمعرض القاهرة انا ما طلعت بس رواياتي راحة. وفي معرض الشارقة ومعرض عمان في ببعث يعني لهناك. وحاليا بالسعودية بمكتبة جرير كمان موجودين. طيب اليوم اي فن اي كاتب او روائي اليوم عنده بيكون خلينا نقول خطة او طريق بيمشي عليه لتسويق هدول العناوين جدا جميلة؟ يعني اليوم بتعتمدي بس اليوم على المعارض، بتشاركي بندوات، بتروحي بتعتمدي اكثر على السوشيال ميديا لحتى تنزلي روايتك؟ شو اكثر شيء بتحسي قريب لقلبك؟ هلا انا من الناس اللي بفضل يعني الكتاب على البي دي اف، يعني شو ما كان سعره، لانه في متعة ورقية نحن فقدناها للأسف أكيد. السنوات الماضية طبعا. هلأ متعة الكتاب تختلف، يعني باجي أحيانا تسوق، عندي صفحتي على الفيس تسوق عليها، عندي قناة على التليجرام كمان تسوق عليها. بنفس الوقت هلأ أنا وقت لما لقيت خابة أملي من دور النشر صرت أطبع أنا على المطبعة، بالمطبعة وأنا اللي أسوق لهم. والمعارض المعارض في دار انا بشترك معها، يعني هي رايحه تسوق بعطيها مثلا 20 نسخه من رواياتي 30 بتطلع بتسوق، يعني بصير انا هون بقلب الشام وهو بسوق لي برا بالمعارض برا. مؤمنة ذكرتي انه انت بلشتي مشوارك بكتابة الروايات من سنوات بعيدة، من هذاك الوقت لهلا شو اللي تغير بمؤمنة، ان كان بافكارك بكتاباتك بتركيزك على امور معينة ضمن روايتك؟ خبرينا. هلا حسيت في تطور كبير، يعني خاصة انه كان الشيطان ملان، كان المدقق اللي دقق واختي عم بتدقق قالوا لي في اختلاف كثير رواية اني خائفة. هلا صرت مثل رواية نرجس ادخل علم النفس لقلب رواياتي. حلو. يعني انا نرجس على الشخصية النرجسية، أفعالها، طموحها، علاقتها بال إذا تقابلت مع شخصية نرجسية تانية، علاقتها بالبيئة المحيطة، وعزيت هالشيء للبيئة اللي ولدت فيها، شو السبب اللي خلاها شخصية نرجسية. كثير حلوة. فهذا السبب اللي خلاني إني عجبتني فكرة دخل علم النفس، بس هذا الشيء خلاني إنه أقرأ. يعني نرجس أخذت مني أكثر من 5 سنين حتى ركنت على جنب وكتبت شي 5 روايات لا قدرت. لأني كان عندي فكرة على الشخصية النرجسية بس ما كان عندي أحداث. تقرأي شيء اليوم النرجس؟ شو رأيك رشان؟ أنا مركزة عليها. رأيك أنا؟ خليها تقرأ. نصحته أمه فيه ما مضى. خليك اقرأ أنت. ألا ينظر إلى نافذة في الأعلى قد صنعت، لكن حين بهره قبس نورها الذي سطع بجوارها ضرب بنصيحة أمه عرض الحائط. نرجس. طيب مؤمنة كنا عم نقول اليوم عم تحكي عن انه انت حاولتي ادخال علم النفس برواياتك، اليوم هاي القصة بحاجة لاستشارة من مختصين، من اشخاص عندهم تجربة بالتنمية البشرية، هل كان يعني حاولتي انه هيك تقري قدام حدا تقول لهم هون هاي الشخصية كيف انا قادرة اعمل لها اسقاط بروايتي بالشكل العلمي الصحيح؟ هلا انا عندي المام كثير بعلم النفس، كثير بقرا كتب علم النفس، وانا اللي اخرني بنرجس اني قعدت 7 سنين وانا اقرا كتب عن الشخصية النرجسية. كل شيء يعني. وفي اني خائفة كمان على الخوف، آلية تشكل الخوف وآلية تشكل الكوابيس. كمان وقت لما كتبتها ضليت أكثر من سنة أقرأ على الخوف وعلى الكوابيس وأشكاله وأنواعه والفوبيا لحتى قدرت أكتب. أنا ما بكتب إلا لأكون متأكدة من كل معلوماتي مشان تكون روايتي تماما تضاهي الواقع ويكون ما فيها ولا خطأ.
تمام. اليوم في كثير من الصبايا والشباب عم بيبلشوا طريقهم بكتابه كثير من الروايات اليوم، شو نصيحتك لهم لحتى يمشوا على نقاط اساسيه معينه اليوم وتكون الروايه تمام؟ هلا انا كثير بيجوا بيبعثوا لي الخاص بقول لهم القراءه اهم شيء، يعني القراءه بتثقل. هلا ايمن العتوم بقول قارئ جيد كاتب جيد، صحيح. هلا انا نفس الشيء، انا وقت لما اقرا كثير 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 تجربتي اللغويه بتزيد، يعني تجربتي اللغويه، طريقتي باللغه، طريقتي، يعني في كتاب مثلا كثير مشهورين فينا نتعلم منهم. طيب مؤمنة اليوم كل حدا بالحياة فينا، إن كان شخصيا يعني على مستوانا الشخصي على مستواك أو أي حدا تاني، في عراب بحياته، في ملهم لإله، في داعم، في حدا نحن متأثرين فيه، شو أهم الأسماء لك اللي بتضل تحفظك بذاكرتك لا حتى تبدعي أكثر؟ هلا أمي. أمي هي أول من، يعني بحس إنه كنت أقرأ لها، أمي لا بتقرأ ولا بتكتب. حلو. بس ومع ذلك هي بتشجعني، وعندي أختي أحلام كمان هي مدققة رواياتي، يعني أنا قبل ما أعرض روايتي على مدقق لغوي ما بعرضها إذا ما قريتها أختي أحلام. بتقريها لأمك اللي هي مثل ما قلتي؟ لا يا هلا ماما، هلا ماما حبت اعترافات فات أوانها كثير. بتعطيكي شوية انتقادات؟ ماما هي انتقادات أكيد بناءة وإيجابية وقت اللي بيكون من ماما يعني. إيه تماما، كثير بتعطيني انتقادات وبتعطيني، مثلا هلا أنا من عمر 14 وأنا بقرا لماما كثير بتشجعني، يعني دائما تدعي لي وبتحبها، حتى من احلم عابر اول روايه لي هديتها لامي. ف وعندي بعدين اختي احلام، لاني انا ما بطلع الروايه اذا ما قريتها، ويعني شو ما تقول لي مثلا، اذا قلت لي ما بصير هيك تكتبي ولازم تعملي هيك، بحس خلص بصدقها، يعني بحس انه هي مثل ما انت قلتي على رابطه، هي لازم انه الحقها. تتقيدي مؤمنة اليوم بالحدود، بالخطوط الحمراء، بموضوع نحن كمجتمع شرقي، يعني إيه كونه عم تقولي انه بتقلك ما بصير تكتبي هيك، ما بصير تعملي هيك، بس اليوم الكاتب لازم يكون او الفنان لازم يكون في جرأة بالقصة، يعني هلا غير اذا كان المقطع بيخدم. انا حتى اذا المقطع يعني مثل وطن، المقطع بدنا نعمل هيك، انا بمر عليه مرور الكرام، لان هاي الرواية قبل ما تنعرض للناس حتقراها بنتي، حتقراها اختي، حتقراها، حقراها لامي. صحيح. فانا ما حلو موقفي قدامهم، يعني انا بحب هالمشاهد ما تكون موجوده، يعني قال لي اياها حتى مدير بوزاره الثقافه، مدير حمايه الملكيه، قلت له انا مستحيل احط هيك مشاهد، لاني نحن انا عم بخدم واقع الشرقي، واقع ما فيه هيك اشكال. الله يخلي لك الوالده مؤمنه. حابين بالختام نعرف عن اعمالك القادمه، في روايات هلا قيد التحضير، خبرينا. هلا في تنتين قيد التدقيق خلصتهم، اني خائفه وكان الشيطان ملاكا، حاليا بالتدقيق اللغوي، وفي روايه حاليا بدي اكتبها خياليه. نحن هيك بانتظار المزيد من الابداع والعناوين هيك، ودائما تكوني حذره بانتقاء العناوين اللي هي مثل ما قلنا دائما بتشكل حاله فضوليه، ان كان للكاتب، ان كان بالفن التشكيلي من خلال اللوحات، ان كان حتى بالدراما، يعني نحن بننشد فورا للعنوان. بتمنى لك يوم حلو هيك ومسيره ادبيه جدا جميله. شكرا مؤمنه لحضورك، وتحياتنا للوالده اكيد. شكرا لك، واكيد كل التوفيق والنجاح بمسيرتك الأدبية. شكرا لاستضافتكم. أهلا وسهلا.